حيجي البيت. طيب هذا اخذ المنظار، هذا المفروض احنا دحين اللي في السياره، وهذا جارنا يراقبنا، ما في ولا واحد في السياره. طيب بدينا. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بدنا التوقع جديد. في هذا الفيديو راح نلعب لعبه هلو نيبر. معنى اللعبه انه هلو جار، هلو وجار هنا، يعني الجار هو يعني بيت هذا سمسم صوص. في هذا الفيديو راح نلعب لعبه هلو نيبر، اتوقع اغلبكم يعرفها، لكن نزلوا تحديث للألفة، ضافوا زي القصة اللي في البداية وأضافوا نهاية جديدة يقولون، فأنا ما شفت النهاية، لكن رح نلعب اللعبة لأول مرة ورح أشوف. ما أدري هل رح أقدر أخلصها، إنه الجار هذا مشكوك في وضعه، يعني مش مرة، ففي باب مقفل لازم نفتحه عشان نكتشف، ما يعني لقافة، بس الزبدة إنها لقافة. طيب عندنا في البداية يقول turn on electricity، هنا turn on electricity اي تمام. طيب راح احطه هنا، خلاص دحين حطينا كل حاجة. يقول press e to sleep، يلا sleep، صحيح خلاص صحي الليل دحين. طيب دحين البيت هذا هو قده، فدائما يقول لك اذا كنت تبغى تسرق، يعني هذا درس في السرقة، ايش السماجة دي؟ الزبدة انه لا تدخل من الباب الامامي، دائما يشوف لك مخرج من هذا. بس ايش الفكرة؟ الجار نفسه متوقع انه راح يجي واحد من ورا، لذلك راح نفاجئ وندخل من الامام. يعني يقول لك يخدر تخدر، يعني الزبدة انه ذا. اوكي. ايوه هذا هو الباب. بسم الله في صوت والله يخوف. هذا الباب اللي لازم نفتحه. هنا في مسامير وخشب وقفل. طيب ريموت، خلنا نتفرج. شغل، والله شغلت. طيب طف دحين يسمعني. هذه اقدر اخذها؟ اف والله اقدر اخذها. طيب هذه تشيل المسامي. في احد هنا؟ اسمع صوت باب. والله هذه تشيل المسامي، بس اسمع صوت يا شباب. اهرب لبرا، اهرب برا، راح نرجع نكسر الخشبة الثانية. اوكي باقي الا مفتح بس. يا جماعة باقي مفتح وننهي اللعبة. هنا باب. فجعني الصوت الله يهدي. اها موز وحليب، اوكي يسوي خلطة ده. طيب هنا ايش في؟ ايش ذا؟ ايش هذا؟ ايش اللي صار؟ ايش دحين ذا؟ بسم الله الرحمن. يا اخي والله الصوت مرة عالي عندي. جماعة تتوقعون لو اخذت مفتاحي ورحت فتحت يفتح؟ تتوقعون؟ خلنا نروح نجرب. هاي هلا والله، كيف حال؟ تبغى مفتاح؟ يا جماعة كان ما في أشياء في الأرض، دحين في أشياء. اهرب. جاء الحيوان. قفل الباب. بيتي ما تقدر، ما يقدر يدخل بيتي صح؟ هنراجع البيت، تعال يا
تعلي تعلي يا اخ تعلي. شوف كيف يجري. كمان بيبي كمان. تعب جماعة علق. احسب انه علق انا راح اتمشى في بيته. ايش هنا زر؟ ايش الزر ذا؟ اضغطه. هذاك المكان اللي كاميرا تشكله. عندنا المطرقة، نحتاج مطرقة ونحتاج مفتاح. هذا يسقي الأزهار. ها أبو الذلوجة يا نصاب، إلا أعرف إيش وراء الباب. تقتل لي الناس شكلك يا كلب. أوكي ما أدري هذا إيش والله، إيش ذا أصلا. هنا البيت بس فين الجراج؟ إحنا أول شيء إيش؟ هنا هذا خذها. هذا مين؟ أوه دقيقة لازم أجيب بالخبرة. أهرب أهرب. أوكي فين اروح؟ فين؟ لا 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 لا. فين انا؟ يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. هو فين؟ فينه؟ شافني؟ اطلع ما ادري فين انا. اهرب. ام فور يور لايف، ام فور يور لايف. لا 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 لا. ايش ذا؟ شيل الكرسي ما ادري ايش. فين انا؟ فين الباب مقفل؟ او شيت. شيل هذه، اقدر اشيلها. ايش ذا. هذه. اهرب. شال الكرسي من الخوف، حتى من الخوف شال الكرسي. ذحينا يا جماعه، هذه مو اللي تفتح القفل، هذه اللي تفتح القفل. يعني نحتاج المطرقة نفتح الذا، وبعدين هذا نفتح الذا بس وخلاص. بس يبغالي اكون حذر. الجراج هنا. هو فين؟ خذ هذه بسرعة. خذها يا اخي. المشكلة اللعبة. هو فين وفينه؟ بسرعة. اسمع صوته. يا الله يا الله يا جماعة، كان قريب والله. حيجي البيت. ايش له؟ اول مرة انقلع تكسر بيتي. يا كلب والله لا اكسر. تكسر. افتح. باقي الا حاجه بسيطه بس. دقيقه باقي الا ها فوق مويه. دقيقه ورب ان جسمي قشعر. دقيقه راح اقول لكم ايش اللي صار. انا اخذت الاغراض دحين، بس انه كيف راح احاول اني الحين كيف راح احاول اني افتح الباب؟ خلنا ارميها كلها. لا، واخذ اول شيء المطرقة، بعدين اخذ دي عشان اول حاجة افتح القفل، بعدين اخذ راحتي في ذا. فدحين اول حاجة راح اسويها اللي هو ايش يا ربي؟ والله ما ادري ايش اسوي. طيب بسرعة. طيب بسرعة ارمي هذه. بسرعة. شكر. اوكي فتح لي الباب. ايش فيه؟ انتهت كذا خلاص. ما قال لنا ايش صار. كيف يعني؟ بس كذا نور جاء وقفل الباب. سلامة.
يسر يا جماعة يسر. بس انه لو قال لنا ايش في الباب خلاص يعني ما حد راح يشتري اللعبة. الزبدة بس شباب وصلنا نهاية الفيديو، اتمنى انكم استمتعتم، لا تنسوا تقيموا المقطع تعطوني لايك ونشوفكم على خير في امان الله. السلام عليكم. طفيت ام الكهرباء، يلا روح اتصل على شركة الكهرباء وكذا.